ايه حزين ليه والحزن هينط من عيونك؟ حزين على اختك عشان جوزها ضربها وانت واقف عاجز مش عارف تعمل حاجة؟ طب ما انت ضربت مراتك واخوها برضو كان واقف في نفس الموقف، كان عاجز مش عارف يعمل حاجة، مش عارف ياخد حق اخته عشان ميخربش عليها. زعلان ليه؟ ها قولي بس زعلان ليه وصارحني، ولا زعلان عشان اختك بتفكرك بمراتك؟ صح، ده اللي انت خايف تواجه بيه نفسك، حتى خايف تقولي نفسك ان الالم بيترد في اعز الناس. ايه يا حاجة، زعلانة عشان بنتك؟ صح، انا عارفة ان حاجة توجع ان الواحدة تشوف بنتها بتضرب وبتتعنف في بيت جوزها، مع ان لما كان ابنك بيضرب مراته كنت بتقولي لها خليه يربيك ويعلمك الادب اللي ما اتعلمتوش في بيت اهلك. زعلانة ليه؟ ما هي برضو عندها ام كانت بتبص لها نفس البصة اللي انت بصاها لبنتك دي، وبتحزن عليها برضو، وتبقى بين نارين، ان هي تطلقها وتخرب عليها، وان هي تشوفها في المنظر اللي انت شايفه بنتك فيه ده. ايه حجيك متضايق ليه؟ متضايق على بنتك؟ مش مرات ابنك لما غورتوها في داهيه قلت ان هي ملهاش حق عندكم، قلت حتى مش من حقها انها تاخد المؤخر وكفايه اللي اتصرف عليها، كانه كان بيصرف على واحده من الشارع. زعلان ليه لما جوز بنتك اخد حقها، لما مرضيش يديها قيمتها، لما رماها هي وعيالها في الشارع؟ زعلان ليه؟ زعلان ولا بتراجع نفسك في سرك بس مش قادر تواجه المجتمع ولا تواجه نفسك؟ ان كما تدين تدان، زي ما عملتوا في بنات الناس هيرزقكم باللي يعمل في بناتكم. انتوا مستغربين ليه؟ انا مش فاهمه، بس اشمعنى انتوا بس اللي بتحسوا بالوجع؟ اشمعنى انتوا اللي تتضايقوا وتزعلوا؟ بس انتوا لما بتعملوا الفعل بيبقى عادي، ده حقنا وبناخده. ايه يا حبيبتي راجعه البيت اهلك زعلانه ليه؟ عادي، دي اخت جوزك. ايه يعني لما جابتك من شعرك وفرجت عليك الشارع، مش انت كنت بتمسكي برضه مرات اخوك تبهدليها؟ صح، كنت بتتعاملي على اساس ان ده حق مكتسب وطبيعي ان انت تضربي مرات اخوك حتى لو كانت اكبر منك، كان سايبها تتهان في وسطيك وكان واقف يتفرج عليها. زعلانه ليه بقى لما اخت جوزك ضربتك؟ هو انت فاكره ان الحق مش هيرجع؟ حتى لو طالت السنين الحق بيرجع. انا مش عايزاكم بس تبقوا زعلانين، اللي عمل حاجه هيدوق منها، ده طباخ السم بيدوقه. عايزين تبقوا عاملين الفخر والعظمه دي وما تتكافئوش من جنس العمل، ده يبقى ظلم. حتى منوره يا حاجه وانت بتظلمي مرات ابنك، وانت بتستغلي سلطه ان انت حماتها وما بترضاش ترد عليك احتراما ليه، وانت كنت بتستخدمي الكارت ان انت حماتها وكل شويه تضغطي عليها، كل شويه تهنيها وتمدي ايدك عليها بسلطه ان انت حماتها. زعلتي ليه بقى لما بنتك اتبهدلت وتهانت؟ زعلتي ليه لما بنتك شربت من نفس الكاس؟ انا مش عايزاكوا تحزنوا، انا عايزاكوا تبقوا تضحكوا، تبقى الضحكه كده مسمعه من الودن للودن. خلي قلبكوا كده كبير ورويح، ده احنا لسه في الاول. اوعوا تستغلوا سلطه العيب وانه دي عشان هي مرات ابننا فمش هتقدر تفتح فينا ولا تقدر ترد علينا فاحنا نديها على دماغها. بصي ان انت عندك ضنا وانت مش هتقبلي ان ضناك يتهان، فما تهنيش بنات الناس عشان كله بيترد.